هلا مرحبا متابعينا، حياكم الله في فقرة منتج 15 ثانية. زي ما تعودتم ان عادة في هذه الفقرة نتناول فيها عن منتج، نتكلم عن منتج سبق جربناه، نحاول نظهر مزاياه، نبين عيوبه، كيف ممكن اذا كان في مشكلة معينة واجهتنا كيف نحلها. فهذه كلها بتكون عادة في فقرة منتج 15 ثانية. اليوم بإذن الله بنتكلم عن عنصر مهم جدا جدا في الطبخ اللي هو القدور، المقالي، الملاعق. اليوم بقدم الفقرة أنا تغريد، والوالدة بتكون معاي تساعدني بحكم خبرتها وأرشيفها الطويل في الطبخ والمقاضي والقدور. طبعا احنا خصصنا فقرة كاملة للقدور لان كثير تجينا تساؤلات في سناب شات، في انستغرام، ايش افضل نوع للقلي او افضل نوع للطبخ. ما انتم عارفين اول يعني ما كان في تنوع في القدور، يعني كان المعدن هو الطاغي، لكن حاليا ظهر عدة انواع واشكال وصناعات كثيرة للقدور. اليوم نستعرض انواع القدور، افضلها، اسوأها، مزاياها، عيوبها، كيف ممكن اتعامل معها بالتفصيل باذن الله. نبدأ بأول قدر اللي هو المعدن، وهو أقدم قدر تقريبا. وزي ما أنتم شايفين ما عندنا لقدر كبير لأن بطلنا نشتريه حاليا. هذا هو القدر الباقي من المعدن عندنا، بس بسأل الوالدة حاليا إيش تستخدمينه فيه وش ميزة المعادن. مساء الخير. طبعا المعدن رخيص وخفيف ومتوفر بسهولة يعني، وأنا أستعمله بس فقط في الجريش والهريس والأكلات الشعبية، لكن طبعا طلع فأخيرا قالوا أنه غير صحي وأنه يضار بالصحة، بالتالي اتجنب الطبخ فيه. ما يصلح طبعا للأكل اللي فيه الطماطم زي المرق وورق العنب والأكلات الحامضة والمالحة، اتجنب تماما. يعني باختصر كلامك أن القدور المعدن رخيصة ومتوفرة، لكن مشكلتها لها ضرر صحي وما تصلح لكل شيء، يعني ما تصلح للمرق ولا الورق العنب ولا هذا الطبق. لكن أحب أستخدم صواني المعدن في المعجنات في الفرن والخلية، وتحمير السمبوسة في الفرن حلوة لأنها ما تحرق المعجنات، كذلك حلوة بعد استخدام الكنافة لأن فيها زيت الكنافة ما تتفاعل مع المعادن. صح، يعني تشوفون الشامين دائما يستخدمونها. النوع الثاني اللي هو الستانلس ستيل. الستانلس ستيل يكون نوعين، نوع خفيف ونوع ثقيل، يعني في انواع لما تشيلينها تحسينها ثقيلة، غير كذا تكون القاعدة مفصولة وسميكة زي ما انتم شايفين الحين، ويكون مكتوب تحت في اسفل القدر نوع المعدن 18/10، هذا افضل نوع من الستانلس ستيل. يجي صناعات كثيرة، أفضلها على الإطلاق اللي هو رقم واحد اللي هو التركي، يجي بعدها بعض أنواع السعودي والهندي. الستيل عادة يكون أغلى من المعدن لكن عملي، يعيش معاك، وغير كذا ممكن عادي تغسلينه بالليفة، بالإسفنجة، تغسلينه في غسالة المواعين. يجي بس قبل ما نروح نتكلم عن السيراميك وقدور السيراميك، في بعض الناس اشتروا قدور الستيل الخفيفة وعندهم مشاكل انها تحرق الاكل، يقدرون يحلون هذه المشكلة انهم يشترون قطعة حديد زي هذه، يعني طبعا هذه مكروفة ورايحة امها، يحطونها تحت القدر، بهالشكل تتوزع الحرارة بشكل احسن. الحين نتكلم عن قدور السيراميك. قدور السيراميك هي اجمل واكوت انواع القدور، يعني بس الوانها تفتح النفس. مزايا قدور السيراميك ألوانها، توزيع الحرارة ممتاز، الطبخ فيها حلو، ما يحكك، ما تحتاج إلى كمية زيت مثل قدور الستيل. يعني من مشاكل قدور الستيل أنها يلزق فيها الأكل، فأحتاج أني أغرقها بالزيت عشان ما يلزق. لكن قدور السيراميك فيها عيب، إذا عرفنا أصلاً أن قدور السيراميك هي عبارة عن معدن مدهون، فهذا إيش يعني؟ هذا معناه ان قدور السيراميك تحتاج عناية خاصة، ما اقدر استخدم فيها الليفة، كذلك ما اقدر استخدم معاها ملاعق المعدن، لازم يا ملاعق سيليكون او خشب. اذا قدور السيراميك عادة ما تعيش، يعني اذا طولت سنتين 3 سنوات تحتاج شوية عناية، ننتبه لانها ما تتخدش، لان اذا انخدشت بيطلع المعدن اللي فيها. شوفي تغريد، طبعا اكيد كل ما تكون من جوا ناعمة مدهونة بلمعة تكون افضل، تحسين ما يلصق الأكل.
هو نوع الحديد، يما ايش رايك فيه انت؟ انا ما قد استخدمته صراحه. الحديد انا طبعا نوعين، في نوع ثقيل مره وهذا غالي، القدر يوصل سعره 400 500، وهو كويس مره بس انه غالي. وفي نوع اللي هو خفيف، وهذا اللي نصوره وهو حلو، يعني زي السيراميك، بس اهم شيء انه ما ينخدش يعني بعنايه. قدر وهو يعتبر من جدور الجرانيت، اكبر عيب فيه صراحه انه ثقيل، يعني ثقيل مره وبطيء في الطبخ، زي الفخار، يعني بنار هاديه، زي الطاجن، يحط على النار ونار هاديه، ما يستعجل واحد عليه. يعني صراحه هو ما يعتبر عملي، يعني لانه ثقيل مره لما تنقلينه من مكانه، وغير كذا بيكون يعني عرضه للكسر، يعني سهل انه يتعرض ويطيح منك. من القدور نسميه احنا الغضار، بس ما ادري ايش يسمونه في مناطق ثانيه. نستخدمه اكثر شيء في التقديم، يعني ما نطبخ فيه لانه يتقشر. واحده متابعين موتتني ضحك، تقول شكلكم ما وراكم اختبارات، مطلعين قدوركم قاعدين تسولفون عنها، ما تدري والله ان وراي دوام من صباح الله خير. طيب يما وش رايك في قدور التيفال؟ واحده تسال عنها. والله أنا ما أستعملها كثير لأنها خفيفة، تحرق الأكل، مي زي السيراميك ثقيلة وما تحرق، وهي زي ستان ستيل، عملية وآمنة، هي يعني ما، بالتالي أنا ما أفضلها. في المقالي حلوة، في المقالي، بس في القدور لا. مشكلتها أنه تحتاج عناية، تنتبهين لها ما تتقشر، ما تستخدمين معها ملاعق حادة عشان ما تطلع القشرة وهذه تصير مضرة. لكن فيها ميزة أنها رخيصة، هي أرخص من السيراميك يعني؟ هي أرخص. أرخص من السيراميك وأرخص من الستيل؟ هي تقريبا قريبة من، أغلى من الألمنيوم شوي. الثامن اللي بيتكلم عنه اليوم هو القدور الصين والبايركس. هذا النوع يفضل اني استخدمه كصواني داخل الفرن على اني استخدمه على لانها ما توصل حرارة بشكل كويس، بتعتبر بطيئة نوعا ما. كذلك انه اذا عرضتيها الى درجة حرارة عالية على النار احتمال انها تنكسر، وهذا الشيء انا مريت فيه. يعني كان عندي قدر صغير وحطيته على نار عين كبيرة، في نص الاكلة انقسم قسمين. القدر الكاتم من نوعين، في غاز وفي كهرب. الغاز أفضلها سب الفرنسي، وما شاء الله كل ما يقدم يزيد سعره، يصير مقتنيات الثمينة عندك، لأن أول ما شريته من 10 سنين يمكن ب200 ريال، الحين ما شاء الله فوق 600 و700 ريال. طبعا في أنواع كثيرة، في الأسباني وفي السيف وفيها انواع كثيره، بس اهم شيء الواحد لما يشتري شيء يحرص انه يكون متوفر له قطع غيار، يعني تقدر تغير. طبعا هذا قدر كاتم كهرب، واحلى ما في قدر كاتم كهرب انه تقدرين توقتينه وتروحين تنومين ويطفى من نفسه، مو بزي الغاز يعني. آخر قدر بنكلمكم عنه هو قدر الرز. تذكرون القدور اللي انتشرت فترة اللي هي نطبخ فيها الرز بس يستخدمونها أكثر شيء شرق آسيا، الكواريا والإندونيسيا. كان في خاصيتين، اللي هو يستخدم طبخ الرز ممكن أخليه زي السخان للرز، يجلس ساعة ساعتين وهو حار الرز. الحين تقدرين أنتي تشوحين البصل وتطبخين فيه اللحم، بعدين تكبسين الرز، وإذا نشفت الموية يقفل من نفسه ويقلب على التدفئة، هذا شيء حلو مرة. أقدر أستخدم هذا القدر اللي هو قدر الرز إني أسوي فيه مرق وإدامات؟ حلو حلو مرة بالعكس، بس يمكن ما يطفي من نفسه، يمكن يستمر في الطبخ لين أنت تسكر. طبعا المقالي مثل القدور في منها أنواع كثيرة، مثل هذا النوع يعتبر حديد، يستخدم أكثر شيء في الأكل الصيني في المكرونات. النوع الثاني اللي هو الستيل، هذا النوع حلو لتشويح الدجاج الحشوات، لكنه مشكلته إنه يلصق، فما يصلح للبيض،
فعندنا النوع الثاني اللي هو هذا النوع ستيل، لكنه يعني زي ما انتم شايفين هو من برا ستيل لكنه مدهون من جوا بطبقه، فهالشيء حل مشكله الالتصاق اللي في القدور العاديه. طيب ما اعطينا تجربتك في قلي الزيت، يعني كثير يسالون عنها. والله للقلي اللي يتحمل القلي هو ستان ستيل والالومنيوم، هذا اكثر شيء يتحمل القلي، حتى الالومنيوم مقالي المعدن ما تتفاعل مع الزيت، فالقلي فيها عادي، اما باقي المقالي اللي التيفال وكذا القلي فيها حلو، بس انا ما افضل انها مع ما نختم بس اعرف لكم عن هذه الشواية. هذه الشواية بنجربها ان شاء الله بكرة، احنا لسه ما جربناها وما لنا تجربة معها، توها شريتها اليوم وبتجربها بكرة. ما وش بناوي تسوي لنا؟ والله اليوم شريتها وتحمست ورحت وشريت سمان وبجربه فيها وان شاء الله نقول لكم. خلاص شيء اخر شيء بسولفكم عن هذا الشيء الكيوت، اخذناه امس من ايكيا، حلو مره تخزنين فيه سكر، في اي شيء ماده جافه زي سكر زي الرز، السكر، الدقيق، يعني بدل ما احنا نخزن في اسطول من ابو ريالين الزرقاء والحمراء، هذا الشيء يفتح النفس وعادي تحطي، انه عملي انه عادي تدخلين يدك وتقدرين تاخذين مكيال بكل راحه. حلو، كان حتى سعره مو بغالي، يعني كان بحدود 20 ريال. وبهالشكل يكون انهينا فقرتنا، ان شاء الله يكون غطينا اغلب الاسئله والاستفسارات اللي كانت تجينا على سناب شات وعلى انستغرام عن هذا الموضوع. إذا عندكم اقتراحات افكار جديده لمنتجات حابين نتشاركها وياكم، راسلونا على سناب شات ونستودعكم الله.